بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس القبطية الأرثوذكسية ببلفلاور كاليفورنيا تدعوكم للاحتفال بعيد الشهيد العظيم ماري جرجس تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا سرابيون. الجمعة والسبت 17 و18 مايو 2013 من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. الأحد 19 مايو 2013 من 10 صباحا حتى 5 مساء. قداسات يومية من 8 صباحا حتى 11 صباحا. عشيات من 6:30 مساء حتى 7:30 مساء. الدخول مجانا والدعوة عامة. العنوان 15725 Cornada Avenue, Bellflower, California, 90706.